مرحبا متابعي بروج العقاري. عرضنا اليوم في منطقة كاشستو شقة 3 غرف وصالة، إطلالتها الغالب إطلالة على الطبيعة وعندنا إطلالة جانبية على البحر أيضا. المجمع في منطقة كاشستو زي ما قلت لكم، الخدمات اللي موجودة مواقف للسيارات بالإضافة إلى ملاعب الأطفال، وعندنا جلسات عائلية، وما ننسى أيضا وجود كاميرات مراقبة أطراف المجمع. المجمع عبارة عن 3 أبراج أمامية، هذه في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية أيضا 3 أبراج. ميزتها أنها قريبة من كل الخدمات. الموقع في منطقة كاشستو، تحت البناية اللي أنا موجود فيها موجود الخدمات كلها، من السوبر ماركتات والصيدليات والكافيهات والمطاعم موجودة أيضا تحت الموقع اللي أنا موجود فيه. ما ننسى أيضا أنه مقابل الموقع مستشفى القانوني العام. موقع المشروع في منطقة كاشستو مقابل المستشفى، المسافة بين الموقع وجواهر مول تقريبا بالسيارة أقدر أقول دقيقتين إلى 3 دقائق وإحنا على جواهر مول. المنطقة حيوية ومخدومة بكل الخدمات. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع ونشوف مساحة الشقة وإطلالتها. خلوكم معنا. وصلنا جماعة الخير الدور الخامس، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 185 متر مربع. في كل دور في شقتين، الشقة هذه في البلوك بي، شقة جهة اليسار. مدخل الشقة من هنا، زي ما شايفين الانترفون، ومنطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبئات. منطقة الكوريدور هذه هي أرضياتها باركي، ما أقدر أقول إنها درجة كواليتي جيد ممتاز، بس درجة جيدة. يسار توزيع الغرف، نتوجه مع بعض إلى الصالة. زي ما انتم شايفين مساحة الصالة ممتازة، يعني تقريبا بين 30 و35 متر مربع جاية. فيها أثاث والتكييف موجود أيضا. واجهة الصالة واجهة زجاجية، إطلالتها جانبية على البحر وعندنا جزء على الطبيعة. نطلع مع بعض للبلكونة. هذه هي البلكونة، مساحتها 2.5 متر في 2.5 متر على شكل مربع. مو محاطين فيه زجاج الشرايح، نقدر احنا نحط الزجاج هذا عشان يكون منها امان للاطفال ويكون حماية. اطلالتها الجانبية على البحر وعندنا اطلالة الطبيعة. وعندنا امامنا المستشفى القانوني العام زي ما شرحت في بداية الفيديو في الموقع. وتحتنا ايضا موجود الكافيهات على مساحة البناية ككل، بالإضافة إلى المطاعم، وكل الخدمات موجود تحت المجمع. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة. تعالوا مع بعض نشوف المطبخ. زي ما انتم شايفين التدفئة موجودة في كل الغرف حتى في المطبخ. مساحة المطبخ كبيرة زي ما انتم شايفين، أرضيات سيراميك. واجهة المطبخ جاية على جدار كامل الدولاب. أماكن الأجهزة الكهربائية ألوان، جاية بألوان الخشبية، طقم الفرن، الثلاجة، يعني كمساحة المطبخ ممتازة جدا. نكمل تفاصيل باقي الشقة. زي ما شرحت لكم مدخل الشقة من هنا، شرحنا الصالة والبلكونة والمطبخ. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى. مساحات الغرف كبيرة زي ما شايفين، هنا حاطين سريرين فردية مع كومودينا. في عندنا مساحة فاضية كمان نقدر نحط دولاب أيضا، يعني مساحات ممتازة. يسارنا هنا دورة المياه الأولى، وانتم بكرامة، بنظام أرضي موجود فيه الشطافات، حاجة كويسة أيضا. هنا يميننا عندنا غرفة رقم 2، مساحتها تقريبا زي الغرفة الأولى أو أكبر بشوية. حاطين هنا 3 أسرة فردية مع دولابها، يعني شوفوا يكفي لمساحة 3 سراير أو سريرين مع كومودينا، يعني مساحة جيدة لغرفة فردية. يسارا هنا عندنا
الحمام الرئيسي مروش مع المغسلة والكلوزيت، بس مفتقرة القزاز تبع المروش، وهذا الشيء سهل نقدر نركبه. نجي هنا رقم 3، غرفة النوم الرئيسية الماستر. زي ما انتم ملاحظين انه حاطين السرير والدولاب، مع ان الدولاب نقدر نستغله في مكان الدريسنج روم. شيء اختياري هذا، صاحب الشقة حطه هنا واستغل الدريسنج روم بشيء اضافي. هنا حاطين الطاولة مع الكراسي، هذا نقدر نستغله نحطه في المطبخ، والطاولة البلاستيكية نحطها في البلكونة. هذا شيء على حسب رغبة العميل. من مدخل اللي هو من الدريسنج روم عندنا دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية الماستر، مساحتها جيدة كبيرة، كمروش والكلوزيت والمغسلة موجودة، يعني مساحة 185 متر مربع لثلاث غرف جيدة جدا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن هذه الشقة، أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.